الدور ديال صندوق المقاصه هو دعم بعض المواد الاساسيه اللي كيستعملوها المغاربه كاملين، وكيخصنا نعرفوا بلي المواد الغذائيه مثل الزيت والسكر او الطحين كتشكل فقط 1% من الميزانيه ديال هذا صندوق المقاصه. يعني كاين 99% اللي كتمشي للطاقه، كتمشي للهيدروكاربور بحال ليسونس ولا الديزل، كتمشي لدعم المكتب الوطني للكهرباء. وهنا خصنا اعاده التفكير في التوزيع ديال هذه الموارد ديال صندوق المقاصه، بحيث يستافدوا منها فقط الناس اللي هما كيحتاجوا فعليا لهاد المساعدات. مثلا يمكن ان نتصوروا ان المساعده تعطى بصفه نقديه مباشره للاشخاص اللي كيحتاجوا هذه البصح، يمكن ان نتصوروا ان تكون تعويض على البطاله فقط ما نعطيو المساهمات النقديه مباشره، يمكن نعطيو تعويض على الكراء بالنسبه للاشخاص المعوزين. يعني كاين بزاف ديال الطرق باش تمشي الاموال ديال صندوق المقاصه للاشخاص اللي كيحتاجوها ديال بصح.